بس عايز اقول لكم ان انا مش ضد فكرة ان الحما والبنت يبقوا كويسين مع بعض، لكن انا مش من الناس المقتنعين ان احنا نبقى اصحاب. يعني فكرة الصحوبية دي انا مش حاساها. ممكن ناس تعترض معايا، ممكن ناس توافق معايا، طبعا ليكم مطلق الحرية. فبيسعدنا النهاردة ان احنا جايبين اكزامبل عكس اللي انا بقول لكم عليه، ان هما الاثنين اصحاب. فمعانا دلوقتي رنا خالد، دي بلوجر مشهورة، اهلا وسهلا بيك يا رنا، وحماتها الاستاذة ايمان احمد حمات رنا، وهما الاثنين اصدقاء وعلاقتهم الشخصية متينة جدا عن هي وجوزها يعني. ومعانا طبعا أمل إبراهيم، أهلا وسهلا، بلوجر أخرى. ومعانا سالمة أحمد محمد بيومي، صانعة محتوى، أهلا وسهلا بيكم ونورتونا وشرفتونا. وبنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين. وفي مثل أنا يمكن متحفظة عليه بس بيقول يا مستنية حماتك تحبك زي بنتها، يا مستنية المواعين تتغسل لوحدها. احنا عندنا تجربة رنا القمر وإيمان القمر، عندنا قمرتين اهم، بيقولوا ان الصداقة ممكنة، بل وممكنة جدا، بل وهو ده الطبيعي، وان غير كده الاستثناء، بس الاستثناء بيبقى واضح جدا. فعشان كده بنشوف تدخل حموات او بنشوف كوارث بسبب العلاقة اللي ما بتبقاش متزنة دي. رنا، اول معرفتي حماتك أوكي. كان عندك فكرة الأول من خطيبك عنها؟ كنت لسه بقى بتحبوا بعض يعني، كنت عملت استقصاء كده، تحية استقصائي عنها، ولا أنت كنت داخلة عايزة تكسبيها؟ لا خالص، أنا مش من النوع اللي هو ببقى عايزة أخش. أنا أصلا شخصية يعني اللي على قلبي على اللي في قلبي على لساني على طول، يعني أنا مش بعرف أفيك أو حاجة، فأنا عمري ما هبقى داخلة بفيك إن أنا عايزة أكيد تحبيني أو حاجة. انا اصلا لما عرفتها كنت انا واحمد لسه اصحاب، ما كانش فيه اي حاجه يعني يعني سيريس ما بيننا. فتعرفت عليها عادي، كان هي مامه واحد صاحبي وكده، فحبينا بعض. هي دماغها شبه دماغي قوي، يعني احنا الاثنين يعني بننزل نعمل شوبينج مع بعض، بنتكلم في التليفون مع بعض بغض النظر عن يعني هريب. في كيمياء بينكم، انتوا بالظبط قبل ما يبقى في قصه، قبل ما يبقى في اي حاجه ما بيني وما بين هريد. طيب لما ايمان لما عرفتي ان احمد اختار رنا تبقى مراته، اول انطباع جالك ايه؟ هي بس كان تعليق عليها انها جريئه، كلامها قوي كده، مش مرنه في الكلام شويه، بس مع الوقت حبيتها، حسيتها انها عملتيها ازاي؟ حبيتيها ازاي؟ يعني قدرتي انك تتاقلمي مع طريقتها ازاي؟ يعني مواقف كنا نخرج مع بعض ناكل مع بعض. على فكره هي شخصيتها نفس شخصيتي، يعني انا وهي شبه بعض شويه، بس هي اجرى مني. لقيت نفسها فيا بقى فحبيتها. ماشي، بس قبلها قبل ما تلاقي نفسها فيكي انت ما كنتيش واخده بالك ان هي نفس شخصيتك؟ يعني انت تعرفي ان انت برضه طف؟ لا كنت دايما اقول له جريئه زياده، كلامها انت جريئه زياده؟ هي انت لا لا، ده اللي عجبني فيها، نفس هي شخصيتك. لا هي جريئه زياده، لا ما هي خليها بس نوحد الله كده ونرتدي. هي شايفه انها بيكملوا بعض. تمام، لا هي بتقول ان هي شبه، لا احنا نفس الشخصيه يعني تقريبا. الحاجه انا ما اقدرش اقولها عليها هي بتقولها، يعني هي ممكن تكون بتتكس، انا مش بعرف اعمل فلتر لكلامي قوي. هي ممكن دي الحاجه الوحيده المختلفه، ان هي ممكن تكون ردها طف بس بتعرف تنقي الكلام، انا مش بنقي الكلام، انا اللي بيجي في دماغي بقوله. هي بتعجب بيكي، بتحس ان انت خدت لها حقها حاجه زي كده. بتقولي لها يا طنط ولا بتقولي لها يا ماما؟ لا بقول لها يا طنط. ليه مش ماما؟ عشان مامتها. معرفش، ربنا يكرمها. مامتي يعني مش حاسه ان انا ممكن اقول لها طنط. انا بسال كل الاسئله على فكره، انا كل اسئلتي او انتوا الاثنين مع بعض عاملين فيديو بتاع صفصف ده، طبلي لي. عملنا كتير على فيديوهات كتير انا وهي. هل رنا بتطبل لك؟ رنا واضح شخصيه ما بتعرفش تطبل. لا مالهاش في كده، هي دغري قوي يعني. لا طب ممكن بس هي حنينه يعني، قلبها ابيض قوي يعني. شكرا. بصرف النظر عن طريقتها دي وعصبيتها، بس هي من جوه حلوه كويسه.